اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. مثلما نوهنا في الحلقه السابقه الى ان حديثنا ربما في حلقه سيتناول بعض الظواهر الاجتماعيه التي يعني طفت على السطح في ظل هذه السنوات العجاف، هذه السنوات الشاذه منذ عام 2003 لحد الان 18 سنه من الخراب والدمار والكارثه والمحاصصات الطائفية والإثنية من حكم الفساد والخراب والميليشيات. حقيقة ظهرت ظواهر كثيرة في المجتمع العراقي، وتأثر المجتمع العراقي كثيرا بهذا الوضع الشاذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي. يعني المجتمع تأثر كثيرا بسبب يعني نظام حكمه، بسبب طبيعة حكمه، بسبب القوى التي تحكمه. في هذه الحلقة سنتحدث عن الطلاق، حيث صدر تقرير يتحدث عن أنه حالات الطلاق في عام 2020 العام الماضي يعني لم تكن مسبوقة في العراق. يعني الرقم ارتفع من عام 2003، بدأ يرتفع حالات الطلاق ترتفع في العراق وصولا إلى عام 2020. تحدثون عن ربما أكثر من 100,000 حالة طلاق جرت في عام 2020. هذه حالة شاذة وغريبة ومرعبة وظاهرة خطيرة جدا، لأنه هذه تدل على أن المجتمع بدأ يتفكك. يعني الأسرة العراقية هي عماد هذا المجتمع، وكل أسرة في العالم، في المجتمعات العالمية هي عماد كل مجتمع، هي عماد الأوطان، هي من يربي الأجيال، هي من تدفع بالأجيال، هذه الأسرة من تدفع بالأجيال إلى ساحات الوطن لكي يبنوا ويعمروا ويعلموا ويداووا ويبنوا. هكذا هي الحياة. بالتالي عندما تكون الأسرة مفككة بهذه الطريقة، 100,000 حالة طلاق في عام 2020، هذه حالة ربما غير مسبوقة. الأرقام أشارت ربما بعض هذه الأرقام، كانت تحدث مثلا عن شهر تشرين الثاني، شهر 11 الماضي عام 2020، قبل 4 أشهر أو أقل، وصل عدد حالات الطلاق في العراق، يعني عدد المحافظات الشمالية أربيل ودهوك وسليمانية، هذه ما فيها إحصائية، وصل عددها، وهذه من السلطات القضائية طبعا، هذه ليست من عندنا وليست من ناس مراقبين أو أرقام إعلامية. يقولون وصلت حالات الطلاق في ذلك الشهر 8,245 حالة طلاق في 15 محافظة عراقية. هذه الأرقام طبعا ربما يعني غير صحيحة، لأنه الأرقام أكبر، هناك حالات زواج وحالات طلاق تجري خارج المحكمة، وهي أكثر بكثير من التي تجري في المحاكم. يعني هذا يؤكد أنه 10 حالات طلاق تجري في الساعة الواحدة في العراق خلال عام 2020، كل ساعة تجري فيها 10 حالات طلاق. الأرقام في آخر شهر من عام 2020 بلغت، يعني في شهر آخر من عام 2020 بلغت 62 حالة طلاق في الساعة الواحدة، بواقع 375 حالة طلاق في اليوم الواحد. عندما يكون هناك 62 حالة طلاق في الساعة، بواقع 375 حالة طلاق في اليوم الواحد، هذا رقم مرعب الحقيقة. بعض الأرقام والإحصائيات تتحدث عن أنه عدد الطلاقات التي جرت في العراق منذ عام 2003 لغاية نهاية عام 2020 أكثر من 1,750,000 حالة طلاق جرت في العراق. يعني هذه أرقام لم يسبق للعراق أن سمع مثلها ولم يشهد مثلها، وهذا جزء من هذه الكارثة. الخبراء والمختصين وخاصة في الشؤون الاجتماعية، ومن خلال هذه الأرقام اللي تصدرها السلطات القضائية في العراق، يقولون أن الأسباب تتعلق بظروف الاقتصادية في العراق، تتعلق بالجهل والأمية، تتعلق بالتأثيرات السلبية للوضع الاجتماعي الصحي والثقافي المتردي في العراق. عندما تكون الأمية هي السائدة، عندما يكون لدينا 9 ملايين أمي، بعد أن كان العراق يعني بشهادة اليونسكو قد
بلدا خاليا من الـ من الـ من الأمية بسبب المخدرات. بلد العراق كان خاليا من المخدرات، الآن كثير من الشباب يتعاطون المخدرات، مع الأسف كثير من المواطنين يتعاطون المخدرات. صار العراق مركزا لزراعة المخدرات وتصدير صناعة المخدرات وتصدير المخدرات مع الأسف الشديد. النساء في العراق، وقبل أيام كانت يعني احتفلا النساء العراقيات كحال النساء في العالم بعيدهن السنوي يوم المرأة العالمي في 8 آذار، مع الأسف الشديد المرأة العراقية لا احتفال لها، تعاني إلى مرين. ونحن نتحدث عن المطلقات، أكثر النساء يتعرضن إلى التعنيف، تعرضن إلى تعنيف شديد سواء من قبل أسرهن أو من المجتمع، برغم أن الجميع يعلم أن الانفصال أو الطلاق ليس قرار النساء فقط بمفردهن، ربما ليس قرارهن أساسا، إلا أنهن يتحملن نتائجه وحدهن، ويصل الأمر إلى وصم طلاقهن أو انفصالهن بالعار. وقضايا كثيرة، وهذا ينسحب على الأطفال إذا كانت المرأة المطلقة لديها أطفال تربيهم تدفعهم للمجتمع في مجتمع يعانون من نقص وبالتالي من اتهامات معينة، كيف يتصرفون مع هذا المجتمع؟ سيخرجون مشوهين لهذا المجتمع. الحقيقة الأرقام تدل على خطورة ما يحدث في العراق. هناك يعني غياب للتماسك الاجتماعي، هذا التماسك الاجتماعي، التماسك اللي كان يضرب به المثل في العراق، هذا المجتمع العراقي كان يضرب به المثل في تماسكه، في تراحمه، في تمسكه بتقاليده. الآن وصلنا إلى هذا الحال، الطلاق بهذا العدد، عدد الأرامل إضافة إلى المطلقات، أكثر من 5 ملايين أرملة، وأيضا تعيل أسر، لا مجال، الشارع خطر، فرص العمل غير متوفرة نهائيا، معدومة، مجتمع مستذئب عليها، مستذئب جدا عليها بسبب الميليشيات وبسبب القتل، بسبب الفرقة، بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب النظرة السيئة، بسبب الجهل، بسبب الأمية. هذا كله يشكل ظاهرة من الظواهر الخطيرة التي طفت على سطح العراق مع الأسف الشديد في السنوات العجاف هذه، السنوات 18 منذ احتلاله عام 2003 لحد الآن. يعني ربما وقت هذه الحلقة لا يسمح بأكثر من ذلك. يعني أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.